وشعارنا هو خذ سخن وادخل سخن. خول اخويا للدواء. عندنا شي اصدقاء اليوم غنديروا لهم هاد المويكله راه عجيبه. الناس جايين عندنا، مرحبا بهم عندنا من مدينه الدار البيضاء، ودابا غنطيبوا لهم هاد الاكله. نسيطوا شي شويه زيت العود ومعدنوس والثومه والبزار وندخلهم يسخنوا، وهادي غنشويوها مع شي عرق وتدخل سخن. ها الشيف ديالنا كاين الطباخ شلي داير يا خويا؟ مرحبا بك السيني دار عندنا في الوليديه بعدا. اه والله كيداير انت بخير؟ امور مزيان؟ شنو هاد الشيء هادي كرافه غادير لها شويه؟ وهاد القفاله هادي شكون هاد المر ديال الوالدين اللي غياكلها؟ كيقولنا هادي كيقولنا هي هادي تبارك الله وما بارك. هذا تكير الاخوان شليده شويه كلامس الاخوان لي زويتر فواكه البحر مع كوتو بالور. ادخل تسخن الان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله خير. هذا مع هذا الجو هذا السكن على البحر يا سلام. غنبداو دابا ان شاء الله على بركه الله السينيضال. انت غدير شليده انا غنشعل الفاخر غنبدا بالشوايه. هذه راه كطفي العافيه بالمناسبه، غنخلوها هي الاخرى. غنبداو بالبالور ديال الاولى عاد جايبه عاد ملي نسالو هذاك الشيء عاد نشوي هذه حيت كطفي العافيه. هذه كطلق الماء مالح اطفينا العافيه نخلوها هي الاخرى. الله يدير الخير. بسم الله على بركه الله ونبدا القصه. شعيبة وبالورد هما اللي نبداو بهم الاولين الاخوان. نديرو شوية الربيع شوية التومة ونديرو واحد شوية ديال الزيت ماشي بزاف حتى الاخر عاد نزيدوه باش ما باش ما يتحركش لينا في واحد الدرجة الحرارة غتكون مرتفعة. نديرو غير شوية الاخوان شوية ديال السيدرو نضال تكلفني انا بالشلاضه هادي ما يتسال غادي وامين غيدو الرئيس امين ديالنا. ما نديروش شويه ديال الابزار صافي. امين اجبد لي اجبد لي العشقه كبيره من السطل هادي راه صغيره معانا الكروفيت تاعو طبيعي الحال هذا ديال برا مش ديال البلاد هذا ديال برا حتى هو غنصوتي حتى هو شويه. تحياتي قطع الله يدير الخير. بسم الله ما شاء الله. واو واو الرئيس الشعيبه خصك تقول لنا شنو عندك تمايا. هذا شويه بالورد والكوطو يعني الجعيبه مع شويه الربيع والاخر لا كاينين جوج هنا مازال يطيبوا هادو عاد نحيدو عاد نديرو الكوطو. وشنو الاخر؟ الكوطو بالور بالور هو بالور واحد هو ديال الصدريه ديال الواد هادي ماشي الواد ولكن من الماء مالح ماشي محلو. طبيعة جميلة والبليصة الجليسة فينا هي قويطين والسيارة والحمد لله كلشي مزيان. غنزيدو شوية الزيت البلدية مني طابرين هادشي شوية ومني نحيدو هادي هو كيتسنى عمي الكروفيت ديال الإكوادور ولا ما الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. واو سيمو ودر عندنا لي زويتر وعندنا واحد صيروبه اش سي شعيب اوتي اش سي شعيب
حنا راه اليوم ساليتي معايا اليوم ياك انا ضروري نتهلا في خويا من شو عندنا اصدقاء تاع برانيين خصمي ياكلوا هادشي ديال البلاد ويكلا ورغم هذا ماشي ديال البلاد هاد اللي ديال الكلامس ماشي ديال البلاد ديال فين وقال هذا الشمال نديرو شويه الابزه شويه شويه شلطي واحد كيعطي واحد البنه واعره مع زيت عودو كيعطيها واعره بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه اخي هراسي هذه قفله الحال خلاتها طيب ونزيدوها شويه زيت الهنديه وشويه نزيدوها شويه الابزار حتى هي يا سلام يا سلام يا سلام بصحتكم ها هي نخلوها انا بصحه والراحه نطيبها للاصدقاء ديالنا بصحه والراحه سلام بصحه مرحبا بالاصدقاء ديالنا مرحبا خويا نضال مكرمي جيتي طلبتي صدفي ديال الوحده ديال وليام كاين هذا راه براني تعرف وهذه براني زيارة ولكن بنت بلاد انا من طنجه وهادشي ديال البلاد واش الله الا ما هذا الشيء ديال البلاد والكهرب ديال البلاد مرحبا بك انا امين انا سيمو قنيط راه باقي معنا سيمو كازا راه باقي والخير هذا راه ليا الان نصوروا صاحبنا السيمو تا هو تبارك الله على السيمو الله يبارك مرحبا بك عند ربي يخليك مرحبا بالسي نضال مرحبا بالناس ديال قنيطره ديال الارباط والسيمو راه من طبيعه الحال راه صديق ديال تحياتي خد سخن مرحبا باللي جا الوالدي مرحبا بيا عندنا راه ماشي حنا راه انت لقيطون حنا شحال انتما قالتينا يوين الحمد لله ترانكيل امور مزيان عام بيكار داكشي زوين ما شاء الله الاخوان كاين شي اصدقاء كنشكرهم في الوالديه كي جاوبوا لينا الثلج تما الصراحه الله يرحم لهم الوالدين تحيه للناس ديال الوالديه وتحيه للناس ديال المنطقه راه كيجيبوا للدراري الماء في الغياب ديالي زعما شي حاجه زوينه والله العظيم ياك والله العظيم انت والله العظيم الاخوان من قلت راه غيرجع مسكين ما رجع انت الاخوان والله الا انت جابوا لهم خضره بلا ما الحضور ديالي بدون مقابل ماشي كنفتخروا بين الناس ديال المنطقه ملي كتشوفهم دايروا بحال هاد الحويجات والله الا كنفتخروا بين الناس ديال الوالديه ولا ديال البلاد تحيه لهم المساو وتحيه للدارك الملكي تو موفر واحد الامن ديال الوالديه واحد الامن الله والله العظيم انا من هاد اللي باتوا مساكن اللي كانوا يمشيو يجيو مع البحر يعني راه قايمين بالوالد واه بزاف تحيه للرجال الدارك والله العظيم صراحه انسان كيكون في البحر ومامن يعني راه كتشوف المخزن حداك راه شي حاجه زوينه تحيه للمشاهدين ديالنا كامل والله العظيم لا شي حاجه زوينه والقصب عند البحر كيباتوا تما القصبات والله الا القصبات هما كيباتوا هنا الاخوان والله العظيم شي حاجه زوينه انجليزه زوينه مع الاخوان ديالنا وحنا كنفرحوا ملي كيجي شي واحد ومشي فرحان والله بصراحه عرض عليهم مرحبا بهم ومرحبا بهم سمحوا لينا والله والعيالات اللي كيتوحموا ما يشوفوش هذا الفيديو سمحوا لينا تام الله 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 والكرابه سيدي نعم سيدي واحد السيد تا هو مسكين تا هو شكرا ليه بزاف هاك تكير وعطاني خلاني تكير غير ب 20 درهم واخا جات شويه قال لك اودينا حنا معاونين خويا شعيبه ايوا تحيه للمشاهدين وسمحوا لينا راه الحوت ما كاينش ماشي ما كاينش قليل ولكن احنا فرحانين احنا والاصدقاء بهاد الاكله تحياتي دير لنا شويه الزيت البلديه معاك رئيس غادي شكون غادي شكون هي فلان عاد قول لي شكون هي فلان ناري 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 ونزيدو هذا نسخنو هادي نسخنو هادو هيدا ضربي عاد يتحرقوا حتى الاخر نديرهم خويا زيت العود على هادي كتجي زوينه بزيت العود تاهي هادي كلشي شي زيت البلديه سيمو كلشي صالح لي الصراحه خصوصا في الشوايه خصوصا في الشوايه كاين واحد البنه واعره وعرفتي دابا راه يشموا هاد الريحه واخا تكون بعيده ماشي
سي ميدرو. الجو الاخوان كيفاش داير؟ اي 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 هادو بداو ياكلوا السيمو هذا ما عقلوش علينا. اه بصحتكم اخويا بصحتكم. المراغة ديال الكرابة سيمو المراغة ديال مرشوا الليلة للقطار أكل بالصحة آمين كون أكل بالصحة والراحة تبارك الله حنا مطيب بيض بلدي شتي والله العظيم الإخوان لون بيض بلدي بارك عليه إيه زيد ابو مقيز زيد هاك زيدك هاك زيدك هاك زيدك هاك زيدك هاك زيدك هاك زيدك لاصوص لاصوص هذا خويا شوم عليك ابو شعب واه لا بغيتي تعيش بغيتي تاكل يلا بسم الله مرحبا بكم كاين البرد نيت كاين هاكو الخط سخون هذا راك واش يضرك إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.